رجعنا لكم بمقطع جديد يا جماعه من الاندوم الحر يا جماعه. والله ما ادري انا كيف دبل اكس دبل اكس سبايسي، يعني خلي الداخليه كذا. ما نطول عليكم يا جماعه الخير، حط لايك كومنت ورحنا نطبخه ووريكم كيف نطبخه ونخش على المقطع. يلا بعدين خليه يطبخ، تمام يا جماعة. نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله مفعول من البداية. اقسم بالله حر يا جماعه الخير ورب الكعبه. والله يا جماعه ما قدرت اكل ورب الكعبه حر. روح جيب كل شيء من الثلاجه، جيب كل شيء. رب الكعبة حر والله. روح يا ابو روح. يا جماعة والله فين اللقمة؟ اقسم بالله شاموت حر ورب الكعبة يا اشع. يا جماعة معلش شغل مكيف، شغل مكيف. شغل مكيف. احلى من السعودي. ورب الكعبة صدق والله اقسم بالله مدري ما اكلته انا، مدري ما اكلته والله. بس ما قدرت اكل، اقسم بالله احسن شي حرينا زيادة. ورب الكعبة شوفوا يا جماعة الخير، هو طعمه لذيذ صراحة، والله طعمه رهيب، لكن في حرارة الله وكيلك. Thank you.
شبه جمع مسود ترم مسود شبه خير دم بس بس كل فيه واه دي نهاية بهيات قلت لي انا قدها واكمله قدها واكمله صوتها تغير صح؟ ياكل ام لساني لساني هي تعب يا حتى انا راح اكمله يا جماعه حرك ام شنابيها والله توقف والله توقف انا قدها يا شباب ورجعتوا راح اكمل ابوه راح اكملك انا كمله راح اكمله يا جماعه راح اكمل يا ربي يسرها يا رب العالمين بيجي هي اخر لقمة شوفوا راح اكملها يلا يا بعلو يلا يا جماعة والله جبلي هنا وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة الخير وإن شاء الله يكون آخر تحدي والله إن شاء الله يكون آخر تحدي معي الحبة خلاص آخر مقطع وخلها أسري أشوف شغلي في دورة المياه مع السلامة